يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقوم بعض الأزواج بالتصوير مع زوجاتهم إما بالكاميرا العادية أو بالفيديو لأجل الذكرى. هذا حرام، تصوير حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. وإذا كان تصويراً للمرأة العروس متجملة وللزوج هذا أشد تحريم لما فيه من الفتنة. هذه أمور لا يجوز عملها ولا إدخالها في المشروع ولا إدخالها في الزوج، منكرات هذه يجب منعها. ولا يجوز التصوير للذكرى لا في الزواج ولا في غيره، حرام. لما يجوز التصوير للضرورة فقط التي لا بد منها، التصوير للذكرى هذا حرام ولا يجوز. نعم.